Good cop, bad cop. Bad cop. شرطي متهم بإكراه مشتبه بها على الجنس. شرطي من بريدجتون نيوجيرسي مصروف من الخدمة بعد أن وجهت له تهمة إكراه مشتبه بها باللصوصية على الجنس عام 2014، حيث تم صرف الشرطي إبراهيم دايز وزميله أيضا لأنهم أطلقوا النار على جيرمي ريد بعد جدال بالقرب من إشارة المرور. بعد أن عصروا على مسدس في السيارة، خرج المغدور رافعا يديه مخالفا أوامرهما، فما كان من إبراهيم وزميله سوى أن أطلق النار مرديا الشاب قتيلا. أما التهمة الجديدة بحق إبراهيم فهي بعض القبض على لصة في متجر ريتا إد، وهي شاكيرا براون وتبلغ 22 عاما والتي لها أسبقيات بالسرقة، الشيء الذي يعني أنها في ورطة كبيرة. ترك إبراهيم الفتاة تزهر في حال سبيلها، لكنه بدأ يتردد إلى منزلها بسيارة الشرطة خاصته، حيث خيرها بين الجنس الفموي أو السجن. بعد شهر من هذا الإكراه والاضطهاد الجنسي، اشتكت المسكينة للسلطات العليا حول القصة، لكن عبثا استمر إبراهيم باغتصابها مرارا وتكرارا حتى صرف من الخدمة على أثر قتل ريد. وقد طالبت إدارة المعلومات بإسقاط التهم عن إبراهيم، أما براون فهي في صدد مقاضاة المدينة والشرطي بمبلغ وقدره 25 مليون دولار. فما رأيكم يا أحبائي؟